محاولة ومنها الإجابة بجرأة، منها السؤال ومنها توضيح الحقيقة، منها السهم ومنها التسديد بدقة. ضيفة السهم في حلقة اليوم هي تاريخ لزياد 13 شتنبر 1985، البرج العذراء، المهنة إعلامية مصرية، الحالة العائلية عازبة، المواصفات شخصية مرحة وتلقائية، شعارها في الحياة لنستمتع بكل لحظة فلا مجال للندم والغضب. محبوها يعتبرونها نموذجاً للإيجابية والطموح والوضوح، أما منتقدوها فيعتبرونها غامضة وتبرع في إخفاء حقيقتها. هذه المواصفات تتطابق، وبروفايل واحد هو لي قسنت شمس الدين. إذن ضيفة السهم في حلقة اليوم هي الطاقة الإيجابية شخصياً الإعلامية المصرية بسنت شمس. ألف 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 مرحبا يا حبيبة قلبي. إذا أنا الطاقة، أنت كنت لسه بقولك وشك ملائكي، بسم الله ما شاء الله. شكراً حبيبتي، وعايز أقولك مرسي على الدعوة الكريمة. يعني أنا سعيدة بوجودي معك النهاردة، وشرف لي أكيد أكون موجودة معك النهاردة، وألف مبروك على الموسم الجديد، ويا رب وش يكون وش خير عليك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ثالث ضيوف جداد، طاقة جديدة، وأنا متأكدة هذه الحلقة غتكون مختلفة واستثنائية لأن ضيفتي ماشي إعلامية عادية. حياتي ثانك يو سو ماتش والله العظيم، ميرسي لذوقك حبيبتي. بس أنت عندنا رحلة فيها 5 فقرات. أوكي استعدة معنا؟ جاهزة ثقة فينا؟ طبعا احنا كذلك. ماشي. يلا مباشرة نمشيو الفقرة الأولى. يلا بينا. إذا غادي نكتشفوا الفقرة الأولى وسميتها بسنت سهم في كلمة. بسنت سهم في كلمة، الفقرة بسيطة. عندي لك 10 أسئلة سريعة. أوكي. والمطلوب أنك تجاوبيني بكلمة يا ماما. أوكي. سرعة البداية. ماشي. أنتي ما نخافش عليك. ماشي. بسنت، عفويتك هي شخصيتي، طبيعتي. أنا قلت الكلمات. أسوأ لحظة عاشتها بسنت لحد الآن؟ وفاة جدي الله يرحمه. الله يرحمه. حلم لم يتحقق بعد؟ نفسي أرجع بيت العيلة وألم العيلة مرة تانية. الشهرة بالنسبة لك هي وهم؟ نصيحة قدمت لك في الماضي وما درتيش بها؟ ما ثقش كتير في الناس. الرجل العربي ينقصه؟ سؤال صعب قوي. عشان إحنا دايما بنظلم الرجل، حتى الست بينقصها كتير. أخطر أنواع البشر بالنسبة لك؟ اللي يكونوا قريبين منك قوي وبعدين يكونوا أعداء لك قوي. بس أنت تعرضت للخيانة من أعز الناس لي. بس أنت آخر سؤال وغادي نستو سهم الكلمة. أوكي. خطأ واحد من بعد منه ما كينش الرجوع. الخيانة. الخيانة. خط أحمر يعني ولو مستحيل. وخاف شخص يكون عزيز وقريب للقلب. لو مش عزيز مش هيفرق معي. إذا الخيانة اكس اكس. بس انت كانت هدي 10 أسئلة ديالي، غادي نفصلوا في الاجوبه ولكن في الفقره الثانيه واللي سميتها سهم القلب. اي قلبي يعني اي قلبي، غادي نقلبوا وغادي نمشوا في قلب بسنت وغنشوفوا شنو كيخبع هذا الوجه البريء، هذه الابتسامه الدائمه، واش فعلا هي سعاده داخليه كتخرج ولا هو بس يعني او كما كنقولوا نص نص شويه نص يعني نص. كاين حبيجات. اكيد اكيد. يلا. بس بقولك إيه، مش هبكيني في الحلقة. لا ما غاديش نبكيو. هاد الحلقة ولو طاقة إيجابية. أوكي. ولكن اللي نزلت شي دمعة هكا صادقة ماشي مشكلة. لا أنت طيبة مش تعملي فيه كده. يلا بس أنت مشينا للفقرة الثانية، سهم القلب. إذا سهم القلب وغادي نكتشفوا قلب بسنت. ألو بسنت، قبل ما نهضروا على بسنت الإعلامية والشهرة والحياة شنو دارت فيك، أجي نرجعوا للفترة اللي كنكونوا فيها سعداء ديال بصح، اللي هي فترة الطفولة. الله. البراءة. الإنسان بلا هموم بلا نفاق بلا زواق بلا. صح. طفولتك يعني لبغيتي تعطيها لنا في عنوان، شنو يكون عنوانها؟ طفولة سعيدة. سعيدة. بس ما كنتش بنت، أنا عندي أخين ولدين، ف طول الوقت أنا ولد زيهم شبههم، عشان كده بتلاقيني قريبة أكتر من الناس، بتصرف كأني واحد من الشباب. فده ده بجد يمكن كانت طفولتي سعيدة لأني ما كانش عندي التفاصيل اللي كانت بتأزم البنات وإحنا صغيرين، واهتمامات البنات أبدا ما كانتش موجودة عندي. والدراسة كيف كنتي فيها؟ كنت شاطرة جدا مع أني كنت شقية جدا، بس كنت عارفة إيه هي التزاماتي والواجبات اللي عليا، فعمر مثلا بابا أو ماما ما اضطروا يقولوا لي أعمل إيه وما أعملش إيه. كنت بحب المذاكرة، شاطرة بس شقية. كنت متمردة بسنت شوية على المجتمع المصري اللي هو المجتمع العربي، المجتمع تماما بالكامل، صغطوا الفتاة اللي عزيز عليها الحرية، عزيز عليها إنها تفرض دراسها. فكطفلة في مجتمع عربي محافظ التمرد عنده ثمن كبير. كان أول ثمن دفعته كانوا صحابي،
اللي كانوا معايا في المدرسة لما سافرت، لأنه سبت البيت وأنا صغيرة، سبت البيت وأنا عمري 18 سنة. فكانوا صحابي بيقولوا لي لا احنا ماما قالت لنا نبطل نكلمك، لانه انت لما تسيبي البيت سن صغير زي ده يعني انت اكيد عندك مشكله في البيت، انت في حاجه غلط بالبيت. في ناس كانت مفكره انه انا ماديا محتاجه المادة عشان كده سبت البيت وسافرت، مع انه الحمد لله يا رب يعني انا من عيله كريمه واهلي لغايه النهارده مش مخليني محتاجه ابدا اي حاجه. ولكن زي انت ما قلتي انا مش فكره تمرد، فكره في واقع احنا بنعيشه في مجتمعاتنا العربيه انه احنا عندنا اكتر من وجه، في وجه بنعيش بيه الحقيقة وفي وجوه بنصدرها للمجتمع، للعيلة، العيب، الغلط اللي احنا بنعمله بس بنخاف نقوله أو نبينه للناس. أنا طول عمري كنت رافضة المبدأ ده تماماً، وعلى الأساس ده كنت بتصرف على طبيعتي. طول ما أنا ما بعملش حاجة غلط أو ما بجرحش اللي قدامي أو بأذي اللي قدامي أنا بتصرف على طبيعتي. يعني وكنتي كتحملي المسؤولية؟ المسؤولية جداً بالزيف. يعني بلا من يعني نفكرك بشي ذكرى خيبة، ولكن عندك شي ذكرى علمت معاك قلبك ولا في عقلك ديال شي موقف حسيتي به ان لا خصني هامش ديال الحريه، خصني ربما مجال اكبر ديال الحريه، ربما في بلد اخر ربما؟ شوفي انا ما سبتش مصر عشان خاطر الحريه، انا سبت مصر لسبب تاني خالص، وهو عقده الخواجه اللي موجوده عندنا في بلادنا العربيه. بمعنى اذا انت، انا النهارده مصريه واشتغلت في الخليج واتشهرت، رجعت مصر فانا نجمه، بيشوفوكي بمنظور آخر. في أي بلد في العالم نفس الكلام، لو أنا من المغرب، من الخليج، من لبنان، مجرد ما أنت طلعتي برا واشتغلتي مع مؤسسة أخرى غير المؤسسات الموجودة في بلادك بينظروا لك نظرة تانية خالص. فده اللي خلاني في البداية أسيب مصر عشان أثبت نفسي وبعدين أرجع. بس أنت هدرتي على الأب ديالك. صحيح. لكن وجهه له تحية الله يخليه لك يا رب. اللهم أمين. كان واحد الذكرى معلمة معك مزيان في علاقتك مع الأب، كانت واحد مفترق طرق. انتي المدللة ديالو، انك البنت البنوتة. ايه بس عند ماما انا عمري ما كنت مدللة خالص، كنت تعمل معاك خالص، كنت الولد الثالث اللي كانت بتقسى عليه اكتر من الولدين التانيين. سبحان الله. ليش؟ لان هي كانت من كتر حبها فيا وانا بنت فكانت شايفة ان هي كده بتحميني اكتر، هي كده بتحافظ علي اكتر، بتقويك اكتر. بالضبط. الوالد في المرحله اللي بغيتي تمشي فيها من يعني من مصر باش تشقي حياتك وتحقي احلامك صدمك جدا. شوفي هقول لك حاجه، الوالد هو اللي اداني الثقه الكبيره، وهو اللي كان دايما بيقول لي اعتمد على نفسي. انا يعني الحمد لله ان كان بابا او ماما الاثنين هم ربوني انا واخواتي على كده، على الثقه، على الاعتماد على النفس، ودي الحاجات اللي قوتنا عموما في الحياه. ولكن في نفس الوقت هو نفسه الاب اللي اداني كل المساحه دي، هو نفسه اللي رفض خروجي من البيت، هو اللي رفض ان انا ابعد عن البيت. وقتها انا كنت لسه صغيره فاعتبرتها اسوا منه، فكره انه قال لي لو طلعتي من البيت ما ترجعيش تاني، فكانت الكلمه بالنسبه لي وقتها في جحود في الكلمه اللي هو وده اللي قساني. يمكن اول سنتين قعدت بره ما رجعتش على مصر، كان نفسي ارجع البيت، كان نفسي اترمي في حضن بابا وماما جدا، بس كلمته فضلت معلمة معايا، وكنت بقاوح نفسي إنه لا أنا مش هرجع غير لما أقف على رجلي وأبني نفسي بنفسي. بس طبعا في الوقت ده ماما كانت معايا طول الوقت وكان هو في ظهرها، بس الصورة اللي كانت ظهرالي أنا إنه لا هو رافض رجوعي للبيت لأنه أنا سبت البيت وبعدت عنه. لما كبرت فهمت إنه من حبه ليا أوقات بتشوفي القوة ضعف، أوقات بتشوفي الضعف قوة، هو بين لي ضعفه في صورة قوة. إيش نقدر على حب آخر؟ أوكي. بس انت رومانسيه يعني جدا جدا انا بحبها نفسي. يعني انت من نوع البنات اللي عزيز عليك يعني الرومانسيه، ان الرجل يكون قدامك يكون داك التفاصيل الصغيره كيهتم بها، انت من هذا النوع جدا. وسهل انك تحبي، سهل ان قلبك بصي انا سهل ان انا احب الناس كلها اللي حواليا، بس سهل ان انا احب شريك لحياتي؟ لا خالص. حتى شي معايير ولا شي قوانين مثلا او قواعد كتقولي لا الا ما كانوش هاد الشروط؟ لا لا يعني لا، عمري ما فكرت فيها كده، وعمري ما شفت الراجل بالصوره دي. انا راجل اللي يهمني فيه انه يكون حنين، يكون طيب، يكون بشوش، مبتسم، بيضحك على طول. ما بحبش الدراما في الحياه، ما بحبش المشاكل، بحب يكون في سلاسه في التعامل. احب الراجل الكريم، والكريم مش معناها فلوس، كريم كريم في أخلاقه، كريم في عطفه، كريم في حنيته، يكون سند ليا. ما يهمنيش الراجل يكون طويل عريض ملون غني فقير، نو ما يهمنيش. يهمني الراجل يعرف يحتويني،
يعاملني كأنثى. أنا في الحقيقة شخصية قوية جدا، على قد ما أنتي بتشوفيني إحنا هنا وطيبة جدا، بس أنا قوية جدا من كتر الحاجات اللي بنعدي بيها في حياتنا بتأسيكي وبتقويكي. فلما يكون في راجل في حياتي أنا عايزة راجل يعرف يحتوي الشخص ده، يعرف يطلع مني الأنثى الطيبة الحنية اللي أنا ما بقدرش أبينها طول الوقت من قسوة الدنيا ومن قسوة الناس. ده اللي يهمني في الراجل. لقيتيه ولا مازال؟ أنت عايزة إيه؟ أنا كنت منة تكوني لقيتيه. الحمد لله. لقيتيه؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني أعتبرها أنه هذه الابتسامة يمكن هي الجواب. ممكن تنازلي على شهرتك ومسيرتك وهاد النجاحات اللي وصلتي لها من أجل رجل بسنت، من أجل الرجل اللي كتبغي؟ بصي، الشهرة بشكل عام لا تعني لي شيء. فلو قلتي لي بس كلمة الشهرة ممكن أتنازل عليها، ما عنديش مشكلة. بس إن أنا أتنازل عن كياني كإنسانة عاشت عمرها كله بتشتغل بتبني نفسها، ما تعودتش إنه أنا أعتمد على حد، أطلب حاجة من حد، مستحيل مستحيل. مش بس عشان الراجل، عشان خاطر أي إنسان في حياتي. ولا طلبها؟ لو طلبها بصي، في حاجة اسمها compensation بالحياة، في حاجة اسمها هات وخد. أنا النهاردة ممكن أتنازل عن حاجات في حياتي أو في شخصيتي في سبيل إن اللي قدامي يكون كمان عنده استعداد يتنازل عن حاجات، بحيث إن إحنا نقدر يكون في توافق في الحياة. إنما أنت تيجي تطلبي مني النهاردة قولي لي بسنت اتنازلي عشان الحب في حد ذاته، الحب هو كلمة حلوة، هو مشاعر حلوة، هو فترة معينة بنعيشها، ولكن اللي بيكمل من بعد ده هو العشرة، الاحترام، الثقة، حاجات كتيرة تانية. فأنا النهاردة مش هقولك طبعا وأنا عايشة قصة حب وأسيب الدنيا، عشان ده في العشرينات ممكن أقولهولك. أنا النهاردة خلاص داخلة على 40 ما شاء الله، 39 سنة 39 تمتهم اليوم. ففكرة أنه أنا أقولك لا، ده مش وارد. إذن كين تنازلات ممكنة، ولكن كين كيان وشخصيته يعني وحلام. عارفة ليه؟ لأني لو تنازلت النهاردة عن نفسي وعن كياني هتنازل بكرة عن الإنسان اللي خلاني أتنازل عن اطباعتي أصلا. بس أنا نهضروا في واحد الموضوع يمكن بزاف الناس ما كيبغوش يهضروا فيه، ولكن أنا غنسولك عليه، هو خيانة الرجل. إحنا في عالمنا العربي، وإحنا كنهضروا على الرجل في العالم العربي، إحنا مطبعين مع الخيانة. إحنا عندنا الخيانة ديال الرجل مسموحة أو تغتفر. أنت قبيلة قلتي لي لا، الخيانة بالنسبة ليك إكس. بس خليني أوضح لك نقطة أنا دايما بقولها، إحنا في مجتمعاتنا العربية الخيانة دايما هي خيانة جسدية تحتها ثلاث شروط حمر. أنا بالنسبة لي مش دي الخيانة، الخيانة هي خيانة الأمانة، خيانة الثقة. النهاردة أنا لما بحب إنسان بحب بمشاعري، بحب بأنه أنا بأمنه عليا، على كياني، على حياتي، على أسراري، على فلوسي، على دنيتي، على كل حاجة. لأن أنتي وانس قلتي إن أنا بحب، فإحنا بقينا شخصين، بقينا كائن واحد، إحنا اتنين وبقينا واحد. فصعب النهاردة إن أنا أجي أقولك الخيانة بالنسبة لي هي خيانة كذا. لا، في حاجات أهم بكتير من الخيانة الجسدية. من الخيانة الجسدية. فأنا ممكن أغفر للخيانة الجسدية، ولكن ما أغفرش لخيانة الثقة، الأمانة، العهد. فاجأتيني والله، ما توقعتش الجواب. هي دي الحقيقة. في ناس أوقات بتتضايق مني أو بتستغرب مني في الإجابة دي. أوقات أنا بقول البنسان إحنا مش ملايكة يا جماعة، أوقات إحنا معرضين للغلط، إحنا معرضين إحنا شيطان يلعب بينا، ده وارد. أنا مش ملاك، أبقى كدابة لو قلت لك أنا ملاك. وما فيش بني آدم على وش الكرة الأرضية ملاك، في اللي بيقدر يعترف بده وفي اللي ما بيقدرش. أنا بقدر. فالنهاردة لو ده حصل ممكن أرجع أعيد حساباتي، أقول أنا غلطت في إيه، إيه اللي خلى الإنسان اللي قدامي يخني بالطريقة دي. فده ممكن أغفره، إنما في خيانات تانية في الحياة لا يمكن أن أغفرها. كنت يعني كانت عندك علاقة خطوبة وكانت شهرت بزاف، لأن لأني ما بخبيش حاجة، كنت وريتيها في السوشيال ميديا وكانوا عندكم متابعين، وتصدموا الناس بزاف فاش ألغيتي يعني الخطوبة والفرح. صح. تقريبا شهر، شهر ونص، شهر ونص قبل من العرس. هل تجربة عشتيها بسنت؟ بصي، أبقى كدابة لو قلتلك إن هي كانت تجربة سهلة، أبقى كدابة لو قلت إن أنا ما توجعتش، ما تأذتش، ما بكتش. لا، كانت فترة صعبة جداً عليا في حياتي، ولكن علمتني كتير. أول حاجة، أنا طول عمري عايشة بقلبي، لما بشغل عقلي قلبي بيقف. ما كنت عارفيش تخدميهم بجوج. فدايماً بقول للناس اللي حواليا اللي أنا بحبهم، ما تخلوش عقلي يشتغل. اللحظة اللي بيشتغل فيها عقلي بمحي قلبي، بمحي مشاعري، بمحي الذكريات. مش كده بقولك في ناس أول بتشوفني جحدة؟ نو، أنا من كتر ما بدي فرص بتعب.
فبقول كفاية، يعني أنا اديت فرص، اللي قدامي ليه ما بدينيش فرص، أو اللي قدامي ليه ما بيحسش بوجعي أو بمشاعري. فأنا كان الموضوع بالنسبة لي سهل نوعا ما، أنه يختار حياة أكمل فيها وبعدين تأذيني أكتر، يا إما دلوقتي أتأذي في اللحظة اللي أنا فيها بس أفوق لنفسي بدري قبل ما بعدين يكون في ارتباط أكتر، في أطفال، في طلاق، في مجتمع هيحكم عليكي من غير أي سبب. فقلت لا، ليه، خليني أخد موقف من دلوقتي وأركز أكتر مع بسنت. كنتي ديك الساعة كتوجدي الفرح يعني ولا العرس؟ كنتي بديتي كنت بديت تحضيراتي كلها وكانت everywhere كل شيء واجد، كل شيء كان يعني خلاص، كنا الفاينل تاتشز زي ما بيقولوا على كل حاجة. ولكن هرجع أقول لك، شريتي فستان الفرح؟ لا، ما اشتريتش فستان الفرح لسبب، لأنه أنا أول ما قلت أنه أنا هتجوز، كمية السبونسرز اللي كلموني علشان يهدوني الفساتين، الجولري، حتى الفرح نفسه كفرح، تعرض علي تعملي فرح في دبي وفي الخليج وفي مصر وفي كذا مكان، كل ده ما كانش فارق معايا، يعني كان فارق معايا الفرحة. فهمتي قصدي؟ أنا الشكليات والمظاهر ما بتفرقش أبدا معايا، بس الفرحة نفسها هي اللي كانت فارقة معايا. وفي لحظة فكرت أنه ما ينفعش أكون كدابة، ولو كتبت على الناس ما ينفعش أكدب على نفسي. فأنا واقفة في مكان بالضبط، فكان لازم أخد قرار، وقرار ده هو مش هيفرق مع الناس قد ما يفرق معايا أنا اللي هبقى حزينة أو بالضبط. فحياتي أنا مش هديها للناس وعيش أنا زعلانة علشان شكلي أو كلام الناس. إذن ضربتي كلام الناس، ضربتي آخر همي الصورة المجتمعية، شنو غيقولوا على بسنت، واختارتي؟ شوفي وقتها قالوا، ما قلتيش بصراحة بسنت لا ولا لحظة، ولا لحظة. أنا بندمش، عايز أقولك معلومة، I swear ولا حاجة في حياتي عملتها ندمت عليها. كل حاجة في حياتي، كل لحظة عشتها في حياتي تعلمت منها، قوتني، وقفتني على رجلي، خلتني الإنسانة اللي أنا قاعدة قدامك النهاردة. فلا ما ندمتش. شنو أنتي كزوجة مستقبلية يعني شنو العيوب اللي تقدر تكون فيك؟ أنا؟ أنا عصبية جدا، مودية جدا جدا، تقلبات يعني ممكن أوقات تلاقيني بضحك ومبسوطة وفجأة تلاقيني قافلة على نفسي، بس اللحظات دي بخبيها لنفسي، ما بحبش أوريها للناس. عصبية طول السنة أنا رايقة، مرة العصبية دي لو تعصبت في السنة بكسر كل حاجة حواليا. عندي مشكلة مع الكذب، عندي تعالي سرقيني سرقيني، وتعالي قولي أنا سرقتك وحقك عليا هسامحك، بس تكذبي عليا نو I flip. ففي أنا مش هرجع أقولك تاني، أنا دايما بقول الناس كده، أنتوا بتشوفوني ملاك عشان أنتوا بس بتشوفوني بالصورة اللي أنا حابة الناس تشوفني بيها، اللي هي بتضحك على طول، سعيدة على طول، فرحانة على طول، عايشة حياة. عندي جانب زي كل بني آدمين، غادي تطف كما كتقولوا، حتى طفشي. لا نو، ليه أطفش ليه؟ خدي بالك، مين فينا مش عصبي؟ مين فينا مش مودي؟ مين فينا ما عندوش طباع ما بيحبش يظهرها للناس؟ أنا طباعي دايما بقولها وما بتكسفش منها، لأن دي شخصيتي، بحاول أشتغل عليها، بحاول أعدل منها، ولكن دي طباعي وموجودة فيها. هدي بسنت يعني اللي غيبغيها غيبغيها زي ما أنا، هياخدوا الحلو وهياخدوا الوحش. بسنت فعلا تعرضتي الخيانة يعني من نوع آخر، هي من واحد صديقة ديالك. صديقة مقربة، أصدقاء. اتقي شر من أحسنت إليه. أنا هاد للأسف يعني دائما، وخا هي صعبة نوعا ما ولكن مع الأسف حقيقية. أن أكثر الناس اللي كيأذيونا هما أقرب الناس، وربما اللي كنكونوا درنا فيهم الخير. للأسف طلعت معك التجربة كتير كتير. أنا ما أذنيش في حياتي غير أقرب الناس ليا، يعني أنا بالعادة فتح بيتي لكل الناس، فتح حياتي لكل الناس، ولكن عندي my own circle، الدائرة الخاصة بيا اللي فيها الناس القريبين مني، دول هم اللي أزوني، لأن هم دول اللي عندهم أسراري، دول اللي عندهم نقاط ضعف، يعرفين إمتى يوجعوني وإمتى يفرحوني. فهم دول للأسف اللي أزوني، بس اتعودت مع الوقت أني ما أدلهمش الفرصة أنهم يأزوني. ضيقتي الدائرة ديال جدا فوق ما تتخيل. والصديقة ديالك اللي يعني شفت لك واحد الحوارات كثيرة كتقولي فيها، شوفي الـ أنا حكيت عليها، ما كانتش صديقة قد ما كانت زميلة، يعني هي كانت زميلة عمل وأنا دخلتها بيتي. في ناس كتير على فكرة من بعد الحلقة دي كانوا بيقولوا لي إزاي هي كانت في بيتك وخدت البيت، إزاي كان ملك؟ هو ما كانش ملكي، هو كان البيت ملك للمؤسسة اللي أنا كنت بشتغل فيها، وكانوا بيسكنوا فيها الإعلاميين أو المذيعين والموظفين الموجودين في المؤسسة، فهو ما كانش ملكي، بس هو كان البيت اللي هم مسكنيني فيه. فهي فاش أخذت بلاستك؟ علي أخذت بلاستي مظبوط في العمل، في العمل وفي البيت، وخدت ثيابي وخدت كل الحاجات اللي كانت عندي. ما رجعتلكش يعني أغراضك والحويجة ولا أي حاجة؟
كل شيء مشى. وانا كنت لسه صغيره، الناس كلها بتقول لي انت ازاي ساذجه، انا مش ساذجه بس انا كان عمري 20 سنه او 21 سنه، عايشه في بلد غريبه لسه عليا، ما عنديش الخبره في التعامل مع الناس، كنت بخاف. فجأة سافرت أزور أهلي، رجعت لقيت أحد في بيتي بغير القفل تبع البيت، الشغل رافضين إن هم يشوفوني، قالت لي لو دخلتي البيت هطلب لك الشرطة إن أنت بتهجمي عليا في البيت. في راسي أنا هعمل إيه؟ عرفتي قصدي؟ وإحنا عايشين في بلد فيها الأمن والقانون هو اللي بيحكم، فقانونيا البيت ملك الشغل، فلو هي راحت اشتكت عليا وقالت انه جت اتهجمت عليا في البيت، انتي اللي هتكوني في متابعه قانونيه بالظبط، واثبتي بقى ان الحاجه اللي جوه حاجتك او كذا وانا مش بتاعه مشاكل خالص. فقلت عوضي على الله وتعلمت منها درس والله ما هنسى. بسببها انا قعدت لوحدي في الاوضه وبكيت بيني وبين ربنا وطلبت حاجه واحده منه، قلت له مش عايزه في يوم من الايام اكون اسيا زي الناس دي، مش عايزة أجي على حد في يوم الأيام وأظلم حد زي ما اتظلمت بس. وسبحان الله عمري ما ظلمت حد وعمري ما هظلم حد. طعم الظلم صعيب وحش. الظلم يمكن هو أكثر شعور يقدر الإنسان فيه يتقهر. سمحي لي بكيتك وخوعتك بداية الحلقة من يعني منزلكش دموعك، ولكن فعلا الظلم، وهذه يمكن رسالة من خلالها نوجهها للناس، أن أحيانا كنظلموا الناس كان أديهم وربما كما كنقولوا العلاقة بيننا وبين الله هو اللي كيحس بنا فيها، ولكن العلاقة ما بيننا وبين البشر خصك مسامحة البشر بصراحة عشان ترتاحي. سمحتيها؟ آه. هقولك حاجة، أنا ما فيش حد ظلمني في حياتي إلا ما سمحته، بس ما سمحتوش كرم مني علشانهم، سمحتهم عشان أنا أعرف أرتاح، عشان أعرف أنام بالليل وما فكرش في الأسوأ أو الظلم أو الغدر أو الوجع اللي أنا تعرضت له. عشان كده دايما بتشوفيني بضحك وبهزر ومبسوطة، لأني بحاول أنسى. تخلصتي من ذاك الطاقة السلبية؟ راحت وبدخل الصفحة اللي بعدها. اعتذرت؟ لا أنا ما عرفش عنها حاجة من وقتها. ولو بالمرة أنا أسفة سوري. الله يسمح لها، احنا كنقولوا بالدارجة بسنت الله يسمح لها ربنا يسمح. ديننا بيقول كده بسنت. ايوه واه ما تبكيش. انا خايفه اكون بوصل لكم الميك اب. لا 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 غزاله ما شاء الله عليك. علاقتك بالروحانيات، يعني انت انسانه عندك الروحانيات حاضره في حياتك جدا فعلا جدا. شوفي انا اقول لك حاجه، انا دايما بقول الناس اللي بينك وبين ربنا هو اللي بينك وبين ربنا، هو الوحيد اللي عارف إيه اللي جواي. مهما قعدت النهاردة وكلمتك وقلت لك لازم تبقي كذا ونعمل كذا وديننا كذا وحياتنا كذا وآخرتنا جاية، ممكن أكون بمثل عليك، بس اللي جوايا رب العباد هو وحده اللي عارف. فأنا دايما بقول يا جماعة ما تحكموش على الناس بالمظاهر من برة، خلوا اللي جوا كل بني آدم بينه وبين ربه وتعايشوا مع بعض بس. يلا نسدو سهم القلب، بركة علينا. أوكي. وغندوزو مباشرة للفقرة الثالثة واسميتها سهم القيل والقال. أوه. ونشوفو شنو كيتقال على بسنت الشمس. سهم القيل والقال، هاد الفقرة ما كان بغيش بس هو القيل والقال ده كتير قوي على كل الناس عموما. أكيد الناس ما تقفلش بقها أبدا. أكيد طبعا، وانتو ما عليكم يعني لسبوت، فضروري ما يقال ماشي دائما صحيح وماشي صح. دائما عاوتاني خاطئ صح. فهذه فرصة بسنت نوضح. صحيح هنوضح ايه بقى؟ انت غتشوفي. على فكرة والله العظيم ما قيل لي اي حاجة. حاجة زوينة فيك بسنت انك ما طلبتي مني ولا سؤال. لا عمري ما ولا حاجة كده. قلتي لي واعطيتيني واحد الراحة في الاول، لانك قلتي لي ماجدة عندك صلاحية انك تطرحي السؤال اللي بغيتي. لانه ما عنديش حاجة اخبيها ومش مضطرة اخبي. زوينة الوضوح مع الذات ومع الناس، بترتاحي كتريحي وكترتاحي، بترتاحي وتعيشي مبسوط. انا الناس دايما تقول لي شكلك اصغر من سنك، بقول لهم لان انا من جوايا مريحه نفسي، مش تعبه نفسي بالناس ومين قال ومين عمل ومين هيحكم عليا ومين شايفني ازاي، اخر همي المهم اكون انا نفسيا مرتاحه بس. يلا هناخد اول يلا. سؤال. اوكي. يقال ان عندك بعض المتابعين الأعداء من الجزائر. أوكي. إن بزاف ديال الناس كيهجموك بسبب
مثلا اليوم انت حاضره معنا بالقفطان المغربي بالاكسسوارات المغربيه، وهذه على فكره ماشي غير في البرنامج عندي، جميع التظاهرات والمناسبات وكتفتخري يعني بهذا الزي هذا وبالثقافه المغربيه عموما، وهذا الشيء كيخلق لك نقد وكيتوجه لك انتقادات من اخواننا في الجزائر. انا سعيده انك سالتي السؤال ده لسبب، انا عندي لو وريتك الانسايتس ديال الانستغرام عندي طبعا مصر الخليج والمغرب الجزائر، أنا عندي فانس كتار جداً من الجزائر وعندي أصدقاء كتير جزائريين موجودين في دبي وعايشين معانا، فبقعد معاهم بيتكلموا حلو جداً عن المغرب، وعندهم أصدقاء كتير مغاربة وعندي أصدقاء كتير مغاربة بيتكلموا حلو جداً على الجزائريين. الفكرة كلها أنه إحنا بنحط نفسنا في قالب صغير وبنقول على جزء معين ممكن يكون معادي ليا بطريقه معينه. في ناس كتيره بتهاجمني لحبي بشكل عام للمغرب، مش بس الجزائريين، في ناس كتيره بتغير من فكره انه انا بحب المغرب وبتكلم اغلب الوقت على المغرب، حتى في ناس مش مصريين مثلا بيقولوا لي انت ليه ما بتروجيش لمصر زي ما بتروجي للمغرب. ردي بيكون بسيط، انا باجي كتير على المغرب اكتر مما بسافر على مصر، فطبيعي لما اكون موجوده واشوف حاجه حلوه اخلي الناس تشوفها معايا، ده طبيعي جدا بالنسبه لي. انا لما حد يجي يقول لي عندي مشكله انه انت بتلبسي القفطان المغربي، القفطان هو جزائري، انا بالنسبه لي القفطان اللي انا لابساه النهارده هو مغربي بحت، اللي مشهور في العالم هو القفطان المغربي، ولكن في القفطان الجزائري ليه ستايل خاص بي، ليه ديزاين خاص بي معروف. التونس تونس عندهم قفطان التونسي، فأنا بالنسبة لي بشوف إنه في حاجة في الموضوع ده تحديدا غلط يا جماعة. مش عارفة كينا شي حاجة غلط ولكن ما عارفة شنو، مش عارفة هي فين يعني، عرفتي قصدي؟ ولكن أنا في عندي في عندي متابعين مش حابين فكرة حبي بالشكل ده عموما للمغرب، ولكن ما عنديش أصدقاء. أنا خدي بالك لما بتقولي لي على السوشيال ميديا، أنا ما عرفش مين اللي قاعد بيكتب لي على السوشيال ميديا، لكن لما بتكلم على أرض الواقع لا، أنا عندي أصدقاء كتير جزائريين يعني بيحبوا المغرب وبيتكلموا حلو على المغرب. ما كيلوموكش أنك يعني فاش كتقولي القفطان المغربي هذا يعني ترويج على أن إحنا عندنا مش والله العظيم بيناتنا على الهوية القفطان بسنت، أكيد ده بيحصل معايا على السوشيال ميديا. سأرجع أقولك تاني، أنا ما عرفش دول مين، فما أقدرش أجي النهاردة أقولك ده فعلا شخص من الجزائر أو شخص من هنا، لأنه أوقات لازم نفهم حاجة مهمة جدا في السوشيال ميديا تحديدا، في فتن كتيرة بتحصل بيننا كدول عربية علشان توقع بين الشعوب. ده وجهة نظر بسنت، أنا معرفش في أبعاد تانية لفين، ولكن أنا بتكلم على منظوري أنا. أنا دايما بحب السلام، بحب إن إحنا نكون كلنا واحد. فلما تيجي نهار تقولي لي بسنت القفطان إيه، هقولك القفطان اللي أنا لابسه، القفطان المشهور في العالم اللي بيتلبس في كل مكان في العالم وناس بتفتخر فيه هو القفطان المغربي، ولكن ده ما يمنعش إن في قفطان جزائري ليه قالب خاص بي أشكل مشهور. مختلف يعني ما كانش تشابه كان بالضبط. فأنا ما عنديش الحتة دي أبدا، ولكن أنا دايما بقول أنا بفتخر أنا لابس القفطان المغربي، دي حاجة أنا سعيدة بيها. كيجيك غزال حبيبتي، كيواتيك. إذن فعلا كتأكدي لي هذه المعلومة، ولكن انتي شكة في الهوية ديال هاد الناس اللي كيديروا هاد الفيدباك بالضبط على السوشيال ميديا انا ما اعرفهمش، ولكن في الحقيقه هي كلمه حق لازم اقولها، انا عندي اصدقاء كتير مغاربه عمري ما سمعتهم بيقولوا كلمه وحشه على الجزائريين، والجزائريين عندي كتير والله بيقعدوا معايا يقولوا لي احنا بنحب المغرب، احنا بنحب المغاربه، بيتكلموا على المغرب بصوره حلوه جدا. الناس اللي بتتكلم بصوره وحشه ممكن يكونوا فعلا جزائريين، وممكن يكونوا ناس زعلانين ومتضايقين من حاجات معينه، لكن انا دول ما بسمعهمش. انا اي حاجه فيها غضب كره سلبيه ببعد عنها تماما. إذن هذا جوابك وكان جواب مقنع، شكرا بسنت، مزيان اللي وضحتي هذا. شكرا لك انت. هذه القضيه هذه بسنت. نهضروا على سعد المجرد طبعا. قلتي بكل فخر. طبعا كنوجه له تحيه. سعد المجرد يمكن ارتبط اسمك باسمه، بحيث الا كتبتي عمرك كتبتي اسمك في جوجل مثلا بسنت تطلع لك صورتك لازم مع سعد. مزبوط. زوين هذا يعني هذه العلاقه اللي بيناتكم، علاقه صداقه ويعني ما بينك وبين. أنا سعد بالنسبة لي مش صديق ومش فنان، هو واحد من أهلي من عيلتي، وأنا دايما بفتخر أقول حاجة زي كده. أنا لما قابلت سعد المجرد أنا كنت بتمنى أشوف، أنا قابلت أهم نجوم العالم عرب وغير العرب، وقليل لما أقولك أنه أنا أما فان لفنان. في ناس كانت تقولي بسنت أنت إعلامية كبيرة مش حلو البرستيجك تقولي اللي أنه أقول لهم نو نو نو، أنا قدام التلفزيون إعلامية بس برا التلفزيون أنا بنوتة، لي الحق أختار مين الفنان أو الفنانة اللي أحبهم وأعبر عن ده وأنا سعيدة، لأنه دي مشاعري الحقيقية. سعد أنا سعيد أني أعمل معاه انترفيو،
من أول مرة قابلته زي أنتي ما قلتي كده عني من شوية، أنا عملت معاه لقاء مدته كان ساعة لربع تقريبا، ما سألنيش هتسأليني إيه، ما تكلمش معايا في أي تفاصيل، يلا بينا يلا بينا. وكان مش بس محترم، كان خلوق معايا مع كاست التصوير اللي موجود، الطيبة اللي كنت شايفاه، شايفة بيبي، شايفة حد طبيعي بسيط سلس، مش فنان عالمي قاعد بيعمل انترفيو معايا لأول مرة. ودايما بقول سعد كان وش السعد عليا. أنا طول عمري معروفة قبل سعد، عندي اسمي، بشتغل مع مؤسسة كبيرة زي مؤسسة MBC، ولكن سعد كان وش السعد عليا مع المغرب والمغربة. سعد دخلني كل بيوت المغرب، ولما بقول له حاجة زي كده وقت يقول لي إيه اللي بتقوليه ده، ما تقوليش كده، بقوله لا أنت ليك الفضل في ده، أنا المغربة حبوني وعرفوني أكتر ووثقوا فيا واعتبروني واحدة منهم بسبب سعد المجرد، بسبب ثقته فيه. لأن سعد المجرد يعني خصوصا في ذاك المحنة دياله صراحة ماشي بزاف ديال الناس كانوا داعمين ليه، ولا كانوا عكس ما كان قبل. كتعرفين الناس اللي كيتقلبوا عليك جبنة، كتعرفين الناس اللي كيكونوا معاك في أوقات الفرح والسعادة والتوهج، ولكن في أوقات الأزمة كل شيء أو القلائل بس اللي كيبقوا. سعد يدرب بيه المثل في حاجة زي انتي ما قلتي، في ناس كتيرة كانت بتفتخر ان هي تعرف سعد المجرد، وقت أزمته بعده، وفي مش بس اللي بعد، في اللي بعد وتكلم عليه بالسوق، وفي اللي بعد وافترى في حقه وقال عليه كلام مش مظبوط، افتكروا انه وقع، افتكروا انه اتكسر، صافي ندموا بعدين، فهموا بعدين انه في حاجة اسمها زي ما قلت لك في الأول في ظلم، أوقات البني آدم بتظلم. ممكن النهاردة أطلع أقول أنا اتظلمت، وممكن ما أقدرش أقول. مش معنى ان انا ما اقولش ان انا اتظلمت ان انا غلطان، بس انا مش عايزه اتكلم. كل واحد وعنده ظروف في حياته احنا ما نعرفهاش، فما اقدرش النهارده اجي احكم على حد واقول لي نوت عشان هو عنده مشكله فانا لازم ابعد عنه. انا ما بعدش لسبب، انا بقالي دلوقتي اومس 4 سنين قريبه من سعد ومن زوجته غيتا حبيبتي، واوجه لها احلى تحيه في الدنيا، من اخو علي، من ماما، من الأسرة، من بابا، شفناك مع العيله كلها، انا بقول لهم ماما وبابا فهم بالنسبه لي بقوا اهل. بعد ما عشت معاهم مواقف معينه في الحياه، بعد ما احتووني في وسطهم وشفت حقيقتهم، ما ينفعش النهارده اجي اقول لك والله لانه عنده محنه ابعد او ما اتكلمش او اختفي لغايه لما تروح محنته، ابقى قليله اصل. اذا انت في السراء والضراء صديقه طبعاً. ديال الضراء قبل السراء طبعا، طب لاني شفت الحقيقه بعيوني، شفت معاه مواقف في الحياه تثبت لي قد ايه البني ادم ده بريء مظلوم. انا دايما بقول حاجه، سعد ما يقدرش يدوس على نمله ماشيه في الارض، يخاف على مشاعر النمله الصغيره اللي ماشيه في الارض تودات اكستند. فالنهارده لما تيجي تقولي لي غلط، غلط مفيش حد فينا ما بيغلطش، بس مش معنى النهارده ان انا غلط افضل طول عمري اتحاسب واتعاقب على غلطه. وبعدين لازم نفهم حاجه، في مجتمعاتنا العربيه احنا دايما بنشوف مين المثل عندنا اللي بينجح ونحاول نوقعه. لو هو كان اجنبي او من جنسيه اخرى معلش حرام، ايه يعني غلط، ما غيره بيغلطوا كتير، اعطيه فرصه بالظبط. انا النهارده احكم عليكي على قد الغلطه اللي انت غلطتيها، بس انت النهارده لما تغلطي غلطه اشوف اذا ممكن اغفرها لك ولا لا. هرجع اقول تاني، احنا مش ملايكه، فطبيعي ان احنا ممكن نغلط. الغلط درجات، لو غلطي لا يغتفر أقول لك أنا ما أتكلمش في الموضوع تماما، بس لو الغلط يغتفر لأن إحنا بني أدمين مرة تانية، إحنا مش جلادين، في ربنا موجود سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب كل واحد. بس أنت ولكن يعني باش نقولوها صريح العبارة، بزاف ديال الناس عاتبوك ولاموك، وأنت عارفة أن كاين جمعيات ضد يعني هجموني وعملوا علي حملات كثيرة جدا، ولكن هرجع أقول لك تاني أنا مع الحق، وقالوا انك انت امراه فبالتالي خصك تكوني، وقالوا ان انا بحبه نصيقه، وقالوا ان انا عايزه اتجوزه، وقالوا وقالوا ان انا طمعانه فيه، وقالوا ان انا عايزه شهره من وراه، وقالوا كتير، ولكن يعني تملقي له يعني من اجل الشهره اكثر. ولكن بعد 4 سنين النهارده احنا عيله واحده الحمد لله. هو في اللقاء الاخير لما تسأل عني قال لهم اختي، واحده من قلب البيت من العيله، ده اللي احنا وصلنا له بعد الوقت ده كله. لو انا كنت بتملق سعد مش ابن امبارح، وأنا مش محتاجة أن أنا أتملق لفنان، لأن أنا شغلي كله مع النجوم والفنانين، مع أهم وأكبر نجوم في العالم كله، فأنا مش محتاجة لده، ولا هو كان محتاجني، يعني ولا أنا كنت محتاجة لسعد ولا سعد كان محتاجني، بس سبحان الله ربنا خلانا نجتمع لسبب ما. إيه هو؟ الله أعلم. بس أنت قدري تجاوبيني بصراحة على واحد السؤال؟ أكيد. علاقتك بسعد المجرد، شنو هي المحنة اللي وقف معك فيها سعد وكان دعم وسند معنوي؟ وقت لما اتكسرت وقش الوقت اللي الناس كلها كانت تفكر انه انا بحب سعد،
وان في وانا كنت اوريدي يعني حياتي فيها لخبطه كما كنقولوا بالضبط كده. خدي بالك المساعده دايما الناس بتفتكر انت ممكن تساعديني ماديا، لا هو وقف جنبي كاخ كسند. هل الإشاعة ضرتك بسنت؟ ليه؟ انا بالنسبه لي ما ضرتنيش، ضرتني للناس اللي عايزه تشوف ان انا اتضريت. انا بالنسبه لي انا كسبت صديق، صديق ده بقى اخ وقف جنبي في محنتي، طبطب عليا لما كنت بقعد ابكي لوحدي ومكسوره، اداني من وقته وهو فنان عالمي، وقته على قد شغله وعلى قد بيته وعلى قد يعني زوجته وعيلته، يوسيني يطمن عليا يسال عليا يقف جنبي، ده بالنسبه لي اهم من اي حاجه تانية في الدنيا. فده اللي كان يهمني انا، يمكن عشان كده الناس كانت دايما بتشوف انه احنا على طول مع بعض انه احنا كذا، هو كان جنبي كاخ كسند ليا، وانا كنت جنبه كاخت وكسند لي على الصعيد الانساني مش الصعيد المهني. بس انت سهله يعني شنو ما درتي فيها غتسامحك ساده كيما قلتي. بصي انا عندي وشين اللي هقول لك عليهم دلوقتي، بس انا عندي وشوش كتيره جدا في الحياه ده بجد. في الوش اللي انا بحبه اللي هو بسطتي، انا عمري ما خليت الشهره او النجوميه او شغلي او علاقاتي تخليني اشوف نفسي او اقول انا بسان شمس الدين. الغرور او اقول اعوذ بالله قاموسك أعوذ مقبره. الغرور ده مقبره لاي حد في الدنيا، مش بس النجوم، لاي انسان في الحياه هو مقبره. الناس في الزمن اللي احنا فيه ده بقت بتشوف البساطه والطبيعيه انها ضعف، انها قوه، ان انا ممكن اجي عليكي وهتعدي، ما هي بتسامح، ما هي بتنسى، ما هي ما بتقولش، ما هي ما هي ما هي ما هي ما. بسيبهم بيكونوا فاكرين انه انا مش فاهمه او مش واخده بالي. نو انا عارفه كويس جدا كل انسان حواليا بيتصرف معايا ازاي وبيتعامل معايا ازاي ومين اللي بيحبني ومين اللي بيتمصلح عليا ومين اللي محتاجني لفتره معينه في حياته عشان اخدمه فيها. بسيبهم بسيبهم، بقول هم مع الوقت هيكتشفوا لوحدهم. في عندي وش تاني ما بحبش ابينه للناس، الانا لما بتطلع، اعوذ بالله من كلمه الانا، بس دي لما بتطلع لما اللي قدامي فعليا بيقلل احترامي وبيكون فاكر انه انا هبقى اوكي هبقى اوكي، بقول يو نو وات ستوب يو ثينك ان انا ام اوكي، انا وريتك انه انا ام اوكي عشان انا حابه الشخصيه الطيبه اللي جوايا. كلنا جوانا الطيب والشرير، الحنين والقاسي، انا اخترت ابين الكويس عشان عايزه افضل طول عمري كويسه، بس اوقات بطلع الوش الوحش وممكن اكسر اللي قدامي في لحظه. بس انت ايوه يقال انك مهووسه بالعمل وان طاقتك كلها موجهه للعمل. صح. ان عندك حتى هوس بالفلوس. اعوذ بالله، هقول لك سر. يلا قولي. القريبين مني بس اللي عارفينه، انا بكره الفلوس والله العظيم ثلاثه بكرهها، لان الفلوس هي اللي ورتني في سنين عمري دي كلها اقرب الناس بيخسروا بعض عشان الفلوس، الزوج والزوجه بيخسروا بعض عشان الفلوس، الاخوات بيخسروا بعض عشان الفلوس، الصحاب بيخسروا بعض عشان الفلوس. النهارده لو انت احتجتيني ودينتك خسرنا بعض. ليه يا جماعه؟ ليه؟ ورق ملون، ورق ملون بيجي وبيروح، احنا بنعمله. ولو سالتيني والله العظيم ثلاثه بتدخلي كام بتعملي ايه، والله ما اعرف، اللي داخل هو اللي خارج. انت مصرفه جدا كس طيب جدا، وابويا هو السبب في الموضوع. ابويا قال لي مره زمان كده عيشي لحياتك، النهارده انت عايشه بكره انت مش عايشه، ما تفكريش بكره في ايه، انت مش عايشه لبكره. وانت خديتي هذه النصيحه طبقتيها وعشت وانبسطت. وهقول لك حاجه والله العظيم، لو في جيبي دلوقتي 100 درهم بس وجي على بالي اكل اكله نفسي فيها هروح اكلها، ولا يفرق معايا بكره ولا يفرق معايا بكره يحصل ايه. بكره ده بتاع ربنا، هتنامي تصحي تلاقي الرزقه جايه لك من عند ربنا، ما جاتش يبقى ربنا اللي مش عايزها تجيلك. يعني ما عندكش مشكل ان يعني الحساب البنكي يطلع هبط. حياتي انا عشت فترات في حياتي ما كانش عندي اكل في البيت، انا عشت فترات في حياتي انا ابتديت من الصفر. يعني لما رحت الامارات انا بدات من الصفر، الحمد لله ابتديت اكون نفسي، بعدين حصلت لي ازمات، شويه بقى كويسه شويه بقى تحت، شويه بقى فوق شويه بقى تحت، شويه بقى عندي ملايين شويه بقيت مفلسه، شويه ارجع حالي يبقى كويس، شويه ما لقيش اكل. والله العظيم انا ما بهزر، انا في ليله من الليالي كان في الثلاجه عندي جزر ولبن، كنت بايته من الجوع، اتعشيت بجزره ولبن ونمت اللي هو مش عارفه بكره هعمل ايه. جالي التليفون، كان عندي شغل مشتغله وكانوا مأخرين عليا الفلوس بقى لهم فتره طويله، فلوس الجاهزه تعالي خديها. فالرزقه دي بتاعت ربنا، ابقى مره ماشيه في الشارع الاقي فلوس في الشارع وانا والله ما معايا اكل، الاقي فلوس وفلوس
واقف اقول يا جماعه الفلوس دي بتاعت مين، اروح مركز شرطه ما فيش، اروح هنا ما فيش، اروح بيها. فربك اللي كان دايما بيرزقني من كل مكان، عشان كده انا الفلوس عمرها ما فرقت معي. بالعكس انا الفلوس بالنسبه لي اللي شفته بين البشر في المعاملات لما بتدخل بينهم الفلوس كانت وحشه قوي، فما ما حبيتهاش. لا عندك شريكه الناس اللي ما عارفينش ان بس انت ماشي اعلاميه فقط، زوينه هاد الطاقه ديالك لانها ما كتخرج فقط في ما هو سلبي ولا كتخرج في ما هو ايجابي. درتي شريك لانك ما تيقاش بزاف في الاعلام، وعارفه ان مسيره الاعلاميه هي يعني النهارده انا موجوده بكره في غيري، دي حقيقه. انا تعلمت من زمان انه اول حاجه لازم اشتغل على نفسي. النهارده انا مذيعه، اوكي واتس نيكست، اكبر كمذيعه واتس نيكست. فانا كنت دايما عندي طموحات، دايما عندي احلام، دايما عايزه اهلي يكونوا فخورين بيا، عايزه انا اكون فخوره بنفسي، مش عيب ومش غلط طبعا. فجت عليا فتره حسيت انه الاعلام مش يعني مش هيكمل معايا، بكره تيجي الاحلى مني والاصغر مني والاشطر مني هتقعدني في البيت، طب انا هعمل ايه؟ فابتديت اشتغل على حاجات تانية، ابتديت اتعلم الاخراج، ابتديت اتعلم زي يكون بروديوسر، زي يكون اكزيكتيف بروديوسر، زي يكون برودكشن مانجر، اخدتها من تحت من يعني ولا حاجه، لحد ما فتحت شركتي الحمد لله يا رب. هي شركه انتاج؟ بصي انا عندي شركه انتاج للبرامج، للتلفزيونات، للافلام، دوكيومنتريز، فيديو كليبس، وعندي شركه بي ار خاصه بالايفنتس، الحفلات، الافلام المصريه الموجوده في الخليج، الميديا تبعها كلها انا اللي بشتغل عليها. فمقسمه وقتي بكذا حاجه لسبب ان انا مش عايزه بكره احتاج لحد. فهي مش فكره حبا للفلوس قد ما انا بامن نفسي ان انا بكره ما اجيش اقول لحد ساعدني، لان النهارده انت ممكن تقولي لي بسنت انا في ظهرك وهساعدك واللي تحتاجيه انا معاكي. البني ادمين بيتغيروا، وده انا شفته بعيني بيتغيروا. النهارده صاحبتك نايمه جنبك في نفس السرير، تاكلوا من نفس الطبق، بكره ما تعرفكيش، بكره هي عدوتك. فانا ما تعودتش امد ايدي لحد اقول له ساعدين، حتى اهلي ما تعودش اقول لهم انا محتاجه. يعني مؤخرا انا بس ابتديت اتكلم على موضوع ان انا كان عندي فترات متقلبه في حياتي، لاني بدات اتصالح اكتر مع نفسي. زمان كنت بتكسف، دلوقتي ما بقتش بتكسف، بالعكس بقيت فخوره ان انا عدى عليا المراحل دي في حياتي وقفت على رجلي لغايه النهارده لسه. فاهلي ما كانوش يعرفوا الكلام ده، اتصدموا. يعني بابا اول واحد قال لي يعني ايه تكوني محتاجه وما ترفعيش التليفون المساعدة. ما تقولي، وزعل مني، وكان في حساسيه وقتها بيني وبينه جامد بسبب الموضوع ده. لكن انا ما تعودتش اطلب المساعده. ده انت عودتي على انك تكوني انا سند نفسي، سند. فالفلوس بالنسبه لي مش علشان حباها، هي سندي في الدنيا عشان ما احتاجش لحد. وضحتي لنا حتى هذه العلاقه ديالك مع مع الفلوس. مع الفلوس اللي مجننا الناس كلها. بس انت اخر سؤال، ركزي معايا مزيان مزيان، شربتي اشرب ميه مش قادره. مزيان شربتي الماء في هذا السؤال. ولو انا سؤال بريء جدا، اسئلتك كلها نشفت لي زوري، حرام عليك. بعدين انا مش عارفه الثقه اللي عندي، بقول كل حاجه، كل انت عامله لي ايه، كل حاجه بقولها. يلا بس انت خدي هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تستعملي الاسهم في هذا السؤال؟ مش حابه. لا مش حابه. بالعكس انا عايز اقول لك حاجه، انا بحب الناس تعرف عني اكتر الحقيقه. انا مش عايزه اخبي حاجه، ومش عايزه حد عارفه بيقول لي ايه. اوقات انت صريحه بزياده لدرجه ان ده ممكن يضرك او يأذيكي، بقول لهم نو. انا طول ما الكتاب مفتوح مفيش حد هيقول لي دراعي. اكيد اكيد اكيد. لا انا متفقه معك. جاوبيني على هذا السؤال. قولي لي. قبيله قلتي لنا انت تعيشين قصه حب. انا عندي واحد المعلومه واكديها لي. اوكي. هي قصة حب بأنغام مغربية. صح. عايزة حاجة تاني؟ لا 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 لا. كنت متوقعة أن أنا هماطل. أيوه بقيت تقول. ما عنديش. بس أنا هقولك حاجة، أنا بسبب تجربتي الأخيرة اتعودت عشان يبقى ليا وللشخص اللي معايا يكون في خصوصية أكتر. أكيد. يوم ما أقول أن أنا مخطوبة أو متجوزة هعلن ده قدام الناس كلها. ولكن طول ما هي لسه قصة حب حلوة بعيشها، أنا عايزة أعيشها وأنا مبسوطة بيها، عايزة أستمتع بكل لحظة موجودة في حياتي، ما لقيش الناس بتتدخل في خصوصياتي. ما يفرقش معايا بقى مصري، مغربي، هندي، لبناني، سعودي، منين مكان، إحنا واحد، إحنا بشر، ربنا خلقنا بشر يا جماعة بس. ولكن أنا قلت لك الحقيقة كلها خلاص. إذا أقتولي إن شاء الله نسيبتنا. إن شاء الله تشلوني في العملية. إن شاء الله نهزوك في العملية. إن شاء الله. وغنكونوا سعداء أنك لو ربنا كتب النصيب ديالك للمغرب إن شاء الله بحول الله. أكيد كنتمنوا لكم الخير، وخليها مستورة بسنت. إحنا كنقولوا الحاجة المستورة بالضبط فيكي كمل فيها بالضبط. ومش بس ليا،
احتراما لخصوصيه الشخص كمان اللي طبعاً. معايا طبعا yeah. الله يكملكم بالخير. ثانك يو حضرتك. يكمل عليكم بالخير. سلينا بهذا الاعتراف الجميل اوكي ندوزوا الفقره المواليه. انا ضيفه انت هنا اجمل ضيفه يقدر الواحد يتصادف. خدتي مني كل حاجه ها بسهوله يعني كنبغي ها ما فيش يلا بس انت ندوزوا الفقره الرابعه. سميتها سهم الراي أوكي. وبغيت رايك في مجموعه من الحويجات اوكي ما عندهاش علاقه بمجال تخصصك. شو اوكي اذا مباشره سهم الراي ولكن بعد الفاصل. بسنت وصلنا للمرحله الرابعه او الفقره الرابعه. المطلوب انك تقولي لي مع او ضد مجموعه من الافكار اوكي صافي ولا كان شي تعقيب قصير ما كاينش باس اوكي. مع او ضد من يقول ان سعد المجرد يحارب في مصر؟ مع. عايزه التفصيل ولا عايزه مع بس بالتفصيل مع الشرح؟ شوفي حل المناقش عشان اوضح بس الجمله صح. يحارب من بعض الاشخاص في مصر. مصر عمرها مصر كبلد عمرها ما حاربت حد. مصر طول عمرها فتح ايديها لكل النجوم بالدليل ان احنا الديفا سميرة سعيد عايشة في مصر طول عمرها ومحسوبة على المصريين. كم النجوم من ايام الابيض واسود لغاية النهاردة من جنسيات مختلفة ديانات مختلفة موجودين في مصر ومترحب بيهم. ولكن لما تيجي تقولي في حد بيحارب سعد المجرد في مصر اقولك في اشخاص مش من مصلحتهم وجود سعد المجرد في مصر. نجاحه مخيف وجوده وحب المصريين ليه. أنا ناس كتيرة كانت تقول لي خدي بالك يمكن الناس في مصر هتزعل منك بسبب قربك من سعد. قولهم على فكرة سعد أكتر جمهور عربي بيسمعه وبيحبه هو مصر. مصريين فعلا أكبر نسبة استماع عند سعد مش المغرب مصر قبل المغرب. واسمحيلي هي دي الحقيقة. وأنا لما بقول حاجة بقولها مش لمجرد أنا بقوله خلاص أنا شفت ده بعيني وعدت عليا مواقف من أشخاص قدام عينيا وأمور اتعرضت عليا لده. فأنا لما أقولك النهاردة أنه ده حقيقة فده حقيقة. في ناس إن سعد يعني في ناس مش حابة وجود سعد في مصر كيخلعها ربما وجوده هيأثر على عدد كبير من ناس كتيرة موجودة في المجال. هدو يعني شركات ولا فنانين شركات ولا مدراء أعمال بعض من النجوم. لأن انت النهاردة بتكلمي على سعد هو فنان ولكن فنان مختلف فنان شامل. هو عنده حاجة مش موجودة عند الكل فطبيعي. ومش عشان خاطر بس سعد هو أي إنسان عنده حاجة مختلفة عن الآخرين دايما بيتم محاربته. ليه؟ لأنه هيبقى دايما ظاهر منافس قوي. فالناس عايزة دايما الحاجة الجديدة الحاجة المختلفة الحاجة اللي مش شبهنا. الناس بتجري ورا ده وسعد كده. فذاتس واي هو بيتخاف منه. مع أو ضد أيوة من يقول أن الذكاء الاصطناعي هو بداية نهاية البشرية؟ مع. للأسف مع. وأنا بكره الذكاء الاصطناعي عارفة كأنك وبكره التكنولوجي وبكره أي حاجة بتسلب البني أدمين سلطتهم. إحنا ربنا خلقنا ودنا مخ. ما تجيش النهاردة تقولي لي الذكاء الاصطناعي أحسن مني المخ اللي ربنا أكرم بيه علينا. إيه الفرق بين البني آدم وبين الحيوان؟ المخ اللي ربنا دهولنا. فانت النهارده تيجي تقولي لي انا بطلع لك روبوت بطلع لك ذكاء اصطناعي هو افضل منك. هو ممكن يكون افضل مني في تعليمي مثلا لان هو سيستم مبرمج كمبيوتر. فهو ده مش ذكاء ده مش اي حاجه ده جهاز متبرمج بالحاجات اللي موجوده فيه دي كلها. هو نتاج يعني العقل الانساني لينا بالظبط كده. بس مع او ضد من يقول ان المنتخب المغربي هو اقوى منتخب عربي حاليا؟ طبعا ما وده مش رأيي أنا لوحدي ده رأي العالم كله. احنا شفنا المنتخب المغربي النجاحات الكبيرة اللي حققها السنوات اللي فاتت. شفنا العالم الراية المغربية مرفوعة في كل مكان بسبب المنتخب المغربي. شفنا منتخب بيجتهد على نفسه بيتعب حب النجاح وحب استمرارية النجاح. دايما يقولك مش مهم ان انت تنجحي استمراريتك في النجاح هي الأهم. وده اللي أنا بحبه في المنتخب المغربي. وعايز أقولك إن المنتخب المغربي أنا يعني كلامي ولا حاجة قدام الحقيقة. المنتخب المغربي هو من أحسن المنتخبات العربية حاليا اللي بتمثل الدول العربية. ما بس أنت أنا عارفة أنك بكيتي في كأس العالم. طبعا فش المنتخب تقصى مع فرنسا يعني كتبغي بزاف المنتخب المغربي. تبي لك كانت مصر والمغرب لعبي شنو القلب فين كي؟ بصي يا بكدبة لو قلتلك هروح للمغرب الأول. أنا مصرية عاشقة لتراب بلدي ولو ما كنتش مصرية كنت تمنيت أن أنا أكون مصرية.
ولكن أنا عندي حب كبير جداً للمغرب وللمنتخب المغربي. فالسؤال ده من أصعب الأسئلة اللي بتتسألني. لو قلتيلي النهاردة تفضلي مين من اللعيبة، لعيبة المنتخب المصري ولعيبة المنتخب المغربي، أقولك المنتخب المغربي لأنهم أصدقائي، أغلبهم أصدقاء مقربين ليا. أكثر صديق مقرب ليك من المنتخب بونو ياسين. وبقدره وبحترمه، وإنسان خلوق بكل معنى الكلمة، بيحترم كل البني أدمين، بحبه لأنه يستاهل الحب والاحترام صراحة. فلو جيتي قلتي لي تفضلي اللعيبة ديال المنتخب المغربي ولا المنتخب المصري، هقولك المنتخب المغربي لأنهم أصدقاء على الصعيد الشخصي. ولكن لما تيجي تقولي النهاردة المغرب ومصر بيلعبوا، أقولك قلبي بيتقطع، بس في النهاية اللعبة الحلوة هي اللي تفوز. سلينا إيه ده خلصنا؟ كيف جت الفقرة بسنس؟ والله أنا عايز أقولك حاجة، مع ولا ضد؟ أنت بلي الأول مع ولا ضد وأنا أقول لا أنا ضد. نمشي الفقرة الأخيرة؟ يلا إيه خلاص كده؟ الشيء الوقت زوين حكي بيز دغية. ولكن في هذه الفقرة أنا مسرة نحرجك بسنت. ليه حبيبتي؟ ده انا من الصبح بحبك وعم اقول لك وشك ملائكي وانت جميله. عملت لك ايه؟ تقلبي عليا زي الناس ولا ايه؟ شفتي بقى، شفتي بخاف من الناس ليه؟ شفتي؟ ما تثقيش ما تثقيش. يلا بس انت الفقره الاخيره يلا. هي سهم الصوره. الصوره الصوره اوكي، غادي نمشيو الفقره من بعد نشرح لك. ماشي اوكي. اذا الفقره الاخيره سهم الصوره. إذن سهم الصورة هي الفقرة الأخيرة، أنشرح لك الفكرة بس واحدة واحدة شوية. ماشي. ألوغ الفكرة هي أن على الشاشة قدامك غادي يبانوا مجموعة من الصور. أوكي. كل مرة أو بالضبط جوج صور. كل مرة خسكي تلغي لنا صورة باش تبقى معنا واحدة. ألغي صورتي؟ طيب ألغي صورتي لو لا لا أنت ماشي معهم. أوكي. في الأخير غتربح معنا صورة واحدة، اللقب اللي غنقول لك. أوكي، بناء على إيه بنختار؟ أنا غنسولك. ماشي يا ماما. سؤالي هو كمشاهدة كجمهور ماشي كبسنت الإعلامية، شكون هو الفنان من هاد الفنانين اللي هما واحدين من أكبر فنانين الوطن العربي بالنسبة ليك نمبر وان؟ أنت هتزعلي مني الناس. أدوي الهدف ديالي. أوكي ماشي ماشي. أنا جيبك للبرنامج. أنا كنت فاكراكي طيبة، طلعتي غير كده خالص. بس ماشي الناس يفس. بصي احنا خلينا نبدأ وبعدين نشوف هيحصل إيه. يلا نبدأ ماشي. ونشوف إن شاء الله يكون خير. أوكي. تبغي تعرفي أول جوج اختيارات؟ بليز. يلا قدامك غيبان وجوج. تامر حسني وحسين الجسمي. عايزة مين فيهم الأفضل؟ بالنسبة ليك يعني اللي كتصنتي له أكتر، اللي كمعجبة يعني ماشي كإعلامية. بصي أصلا انتي هقولك حاجة، تامر حسني من أكتر النجوم اللي بيساعدوا الناس وبيساعدوا المواهب، وده مش مظاهر قدام الشاشة. أنا أعرف تامر وعندي 16 سنة من لما كان لسه بيبدأ مشواره الفني، وفي مواقف كتيرة عدت مع تامر أنا عشتها وشفتها يحترم عليها، مش حابة أذكرها لأني معرفش هو حابب أن أنا أذكرها ولا لأ، ولكن على الصعيد الإنساني تامر حسني بالنسبة لي توب. الفن تامر حسني. الجسمي أنا معرفوش على الصعيد الشخصي، ولكن أنا عاشقة لفنه. بس الفن اللي بيقدمه حسين جسمي مختلف تماما عن فن تامر حسني. أنت ذوقك أقرب لتامر ولا لحسين جسمي؟ أنا ذوقي أكتر بيروح للحزين اللي بيوجع القلب. حسين جسمي بيوجع لي قلبي أكتر من تامر فعلا. لا تامر عنده أغاني مفرفشة. أغاني تخليكي مش عايزة تعودي في مكانك طبعا. وأنا بحبه على الصعيد الإنساني والصعيد المهني، وكفن أنا بحب تامر حسني جدا، ولكن لو قلتي لي الأغاني اللي بتلمس قلبي أكتر حسين الجسمي. يلا حسين الجسمي غادي خلينا نودعه تامر حسني. أنا أسرع يا تامر، كنختار المصطلحات. أنا أسرع يا تامر. بس أنا وضحت أنا ليه اخترت حسين الجسمي. فهمنا واضح. أوكي. إذا حسين الجسمي غيبقى معنا وغادي يتنافس مع كاظم الساهر. بجوج كي وجهه هقولك حاجة. لا هفضل مع الجسمي. أنا كاظم الساهر هو من أنا بقول عليه برنس، سان راقي لأقصى الحدود، وعملت معاه أكتر من مرة كونتاكت. كاظم الساهر بتكلميه بيبص في الأرض خجول. للدرجة دي هو خجول وبيحترم الناس بشكل كبير جدا. مزجته أنا تربيت عليها من وأنا طفلة، ماما كلنا. البيت كاظم الساهر يعني كاظم الساهر. بموت في مزجته وبحبها، ولكن أميل أكتر لحسين الجسمي. الجسمي إذن حسين الجسمي يقسمنا في نجوم الوطن العربي، وهذا المرة غادي نودعوا كاظم الساهر ونشوفوا مع من غيتنا. أوكي.
وائل كفوري هو أول فنان عملت معاه لقاء في حياتي ومزجته مش أنا اللي هاجي أتكلم عليها النهاردة. وائل كفوري but still الجسمي بيلمس قلبي أكتر. انت عارفه ان وائل كفوري هو فناني المفضل حبيب الحبيب الكل. ما بصي انا هرجع اقول لك عشان اوضح تاني، انا بختار بناء على الاغاني اللي بتلمس مشاعري انا وذوقي. يعني مش هقول لك مش هقول لك بقى مين نمبر 1 نمبر 2، كلهم نمبر 1 كلهم توب. يعني انت اخترتي فعلا اسامي هم اهم نجوم الوطن العربي، ولكن انا بتكلم على النجم اللي بيلمس مشاعري انا اللي بيبكيني وانا بسمع صوته. اذا حسين الجسمي غادي يخلينا نودعوا هذه المره وائل كفوري ومكملي مع حسين. هنكملوا مع حسين الجسمي وغنشوفه مع من غير نفس. أوكي كذي بس أنت دم مركز الهضبة. الهضبة من غير تفكير. الهضبة اللي الناس ما تعرفوش، إحنا عشنا معاه كل ذكرياتنا، كل لحظة عدت علينا في الحياة عشناها مع الهضبة. اللي كانت بتحب وحبيبها سابها عاشت قصة حب مع الهضبة، اللي كانت عايشة أحلى قصة حب ومكملة فيها عاشت مع الهضبة. كل ذكرياتنا مش المصريين، الوطن العربي كله عاش كل ذكرياته مع عمرو دياب بكل ألبوماته بكل أغانيه. فلو بتسأليني عمرو دياب. عمرو دياب طبعا بقى اختيار واحد. أوكي غادي نودعوا حسين الجسمي وغيبقى معنا طبعا عمرو دياب، وآخر اختيار هو انتوا اشرار جدا. نمبر 1 عندنا. انتوا اشرار جدا على فكره. شر شر. انتوا اشرار شر غريب جدا. لا معلش بقى السؤال ده لحظه ستوب. انا ممكن اقوم العب لعبه السهم دلوقتي. ممكن نلعب. اصل انت بتخيريني عمرو دياب الهضبه. انا دايما بقول ملوش منازع، ملوش، ما جاش ومش هيجي اللي ينافس عمرو دياب. سعد هو عمرو دياب جيله، ده اللي انا اقدر اقوله لك. فانا اختياري هيبقوا الاثنين، لانه الهضبه هو هضبه جيله وكل الاجيال لحد دلوقتي، ما جاش هرجع عيدها تاني ولا هيجي زي الهضبه. سعد نفس الطريق، نفس الستايل، نفس التاريخ اللي بيتبني بالنجاح. انا بتكلم خدي بالك هنا على النجاح، على الارقام، على المشاهده، على المتابعين من كل مكان في العالم. عمرو دياب انا قلت لك في الاول هو مش محسوب على المصريين، على العالم. سعد ماشي في نفس السكه، مش بس محسوب على المغرب ولا على مصر ولا الدول العربية، على العالم. فسعد في يوم من الأيام هيبقى هو برضو هضبة جيله. ده من وجهة نظري أنا كمستمعة للفن وللمزيكا. يعني بجوج. يعني بيناتهم الاختيار غيكون مستحيل. 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 مستحيل أبقى كدابة. ده هضبة حياتنا. يعني ما ينفعش حد يقول الكلمة غير كده. اللي يعرفه واللي ما يعرفوش. وسعد. بعد. هو اسمه كافي. سعد المجرد. اذا ما بين الهضبه وسعد المجرد بس انت غادي تمتنع على التصويت، لان بالنسبه لي ها هما بجوج اختيار، الاختيار فيهم احلاهما مر كما كان. اكزاكتلي اكزاكتلي. بس انت لا ايوه تقولي خلصنا. لا ايوه انا مش عايزه اروح. لا نزل واحد الحاجه زوينه بس انت. اوكي بعد اجي نلعبوا، تبغين نجربوا فقط. هتموتي انت وها. انا مع الاسف هذا التحدي نجوم يعني ما عندهمش مش شاطرين فيه ولا انا على فكره. يعني نجرب واحد. نجرب ما عنديش مشكلة. عايزة وانا قاعدة ولا وانا واقفة؟ اللي بغيتي. لا انا ما عنديش مشكلة. اللي مرتاحة فيها. ما تضحكوش عليا. لا والله. انت عايزاني اجيبها في النص؟ لا حول الله. شوفوش كتعرفي يعني تصيبي الهدف. انا ممكن اصيب الهدف في الحياة عادي جدا، ده بسهولة. ولكن في الله. وماجنت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين انا مش نايمة، حرام عليكي. بسم الله. ما بيكش. بس انت ماشي سهلة. بسم الله يخرجي. نرجع نقول بسم الله. كانت قريبة مش مشكلة. بس جبنا واحد من ثلاثة. نشجعوا بس يا جماعة. انتوا ايه بقى؟ انتوا ايه؟ انتوا مشجعين نايمين من الصبح على فكرة. على فكرة بتفقى معاهم من الصبح اي حاجة كويسة يشجعوا. مشجعوش ليه؟ قالتي جمهور فاشل. قوي قوي. انتوا مش واكلين قبل ما تيجوا ولا ايه؟ بس انت شكرا بزاف على هذه الحلقه الرائعه. حبيبتي شكرا ليكي انت. شكرا على روحك، على صدقك، شكرا على حبك للمغرب. شكرا ليكي انت. انا اللي سعيده والله ان انا كنت موجوده معاكي. دي اول حلقه على فكره انا بطلع فيها على تلفزيون مغربي، فدي حلقه انا عمري في حياتي ما هنساها. شكرا على الدعوه الكريمه، شكرا على بشاشه وشك. ربنا يخليك بجد. شكرا. وكنتمنى لك دائما انك تبقاي انسانه سعيده وكتعطي الطاقه الايجابيه. ثانك يو حبيبه قلبي. بس انت غادي ندعوك. واحد المفاجاه بسيطه. مفاجاه غنقولوا لك.
كلنا اللي هنا في الاستوديو. شكرا. كل سنة وأنت طيبة وهكذا كانوا بغينا نودعوك وكنقولوا لك العمر كله من قلبي. شكرا. سعادة ونجاح. وعايز أشكر كل فريق الإعداد، عايز أشكر الميك أب أرتست، عايز أشكر البروديوسرز، المخرج الجميل، كل المصورين، كل فريق الإعداد، كل الناس اللي موجودة في الاستوديو. من قلبي شكرا لكم. شكرا لك بسنت. إذا مشاهدينا كانت هذه حلقتي مع المميزة بسنت شمس. كنضرب لكم موعد في حلقات مقبلة دائما من برنامج السهم.